في المحاضرة اللي فاتت شفنا الفولي فورمد اوفا، الاوفا اللي هي ما وصلتش لمرحلة الفول ماتيوريتي، ازاي اتكونت عبر العملية الشهيرة المعروفة باسم الاوجينيسيس. واستأذنكم هنقف شوية قبل ما نوصل للخطوة التانية اللي هي الميتينج بتوين ذا اوفم اند سبيرم في عملية الفيرتلايزيشن، اللي انا اتعرض لتو سايكلز بيحصلوا في الفيميل متزامنين مع بعض. السايكلز ديت اسمها ريبرودكتيف سايكل، وهتفسر حاجات كتيرة من اللي بتحصل ولا علاقة وثيقة بالفيرتلايزيشن. ناخد الموضوع ده على بعضه، ريبرودكتيف سايكل، وهنربطه بموضوعنا احنا بالاوجينيسيس والفيرتلايزيشن. هنشوف ازاي نبتدي بالريبرودكتيف سايكلز. بنقول ان ديت مانثلي تشينجز اوكيرنج ان ذا فيميل جينيتال اورجان، تغيرات شهريه تحدث في الفيميل جينيتال اورجانز عند سن البيوبرتي. فين في الفيميل جينيتال اورجانز بالتحديد؟ جزء منها في الاوفري وجزء منها في اليوترس. الجزء في الاوفري السايكليك تشينجز بيسموها اوفريان سايكل، والتشينجز اللي بتحدث في اليوترس يسموها منسترول سايكل. ناخد السايكل الاولى اللي هو السايكل اللي بتحدث في الاوفري شهريا، تحدث في المبيض الانثى كل شهر 3 دورات او 3 احداث متتاليه، تستغل فتره الشهر كله، يسموها اوفيريان سايكل. الاوفيريان سايكل بتمر عبر 3 مراحل. المرحله الاولى اسمها الفولوكولار فيز، المرحله الثانيه اسمها اوفيوليشن فيز، المرحله الثالثه اسمها اليوتيال فيز. الفولوكولار فيز اللي هي المرحلة الأولى من الأوفيريان سايكل، تخيلوا هي كانت مين؟ هي نفسها different steps of oogenesis. إذن إحنا ممكن نشيل الفولوكولار فيز ونحط مكانها الأوجينيسيز، على أساس إنها المرحلة الأولى من الأوفيريان سايكل، الأوجينيسيز أو الفولوكولار فيز اللي كانت انتهت بتكوين الجريفيان فوليكل. المرحلة الثانية اسمها الأوفيوليشن. الأوفيوليشن أو عملية التبويض، هنشوف الأوفيوليشن واليوتيال فيز مع بعض. دلوقتي المرحلة الأولى للأوجينيسيس اللي كانت انتهت بتكوين الجريفيان فوليكل التي تحتوي على الفولي فورمد اوفم بالطبقتين بتاعتها، الزونة باللوسدا والكورونا رادياتا، تحتوي على الجريفيان فوليكل. احنا قلنا بتحتوي على مين؟ الجريفيان فوليكل بتحتوي على السكندري اوسايت، والسكندري اوسايت اللي هي الفولي فورمد اوفم يعني بالطبقتين بتوعها، الزونة باللوسدا والكورونا رادياتا. طيب دي اللي هي الفيميل جيرم سيل، الفيميل جميد. النص الاخر الفيميل اليمنت اللي هيساعد في تكوين الهيومن بينج. طب هنا دي متكونه في الاوفري، عمليه تلقيحها بتكون في الرحم او بتكون في قناه فالوب، في الفالوبيان تيوب. خروج السكندري اوسايت او الفولي فورمد اوفم من الأوفري ودخولها للفالوبيان تيوب هي عملية بيسموها الأوفيوليشن أو التبويض. دي بتتم إزاي؟ الجريفيان فوليكل تبتدي تمتص سوائل أو تتغذى أو تكبر خلاياها، فيحصل لها سويلينج، تتورم لحد ما تلمس السيرفيس أوف ذا أوفري وتكون ما يعرف باسم الاستجما. تكون استجما. الاستجما دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جريفيان فوليكل اللي حصل لها سويلينج بفعل تكاثر خلاياها وامتلاءها بالفلويد، ثم التصاقها بالسيرفيس اوف ذا اوفري،
مكونة ماس تبرز من تحت سطح الأوفري ويسموها ستيجما. اللي يحصل هنا الأوفري زي ما احنا شايفين كان محاط أو راكب عليه الفيمبريا أو ذا فالوبيان تيوب. احنا عاوزين السكندري أوسايت أو الفولي فورمد أوفم تتحرر من هذا السجن وتصل إلى هذا المكان. العملية دي اسمها الأوفيوليشن أو تحرر الفولي فورمد أوفم السكندري أوسايت المستعدة وليست الكامل. يعني إيه المستعدة للتلقيح؟ تحررها من هذا السجن المزدوج اللي الجزء الأول منه اسمه الجريفيان فوليكل والجزء الثاني منه اسمه الأوفري. كيف تتحرر؟ هتتحرر عبر عملية هرمونية معقدة. إزاي؟ هتفرز هرمون اسمه الأستروجين يصل إلى البيتيوتري جلاند، ترد عليها البيتيوتري جلاند وتفجر السيرفس بتاع الأوفري مع الجريفيان فوليكل، ينفجروا في وقت واحد. لما ينفجروا في وقت واحد هتخرج الأوفم، تكن تخرج ليبريت أوفم اللي هي السكندري أوسايت، وتتجه لمين؟ هتتجه للفالوبيان تيوب، تلتقطها الفيمبريا وتقعدها فين؟ هتقعدها في الفالوبيان تيوب. كانت الفولي فورمد أو الليبريتد أوفم ديت على علاقة وثيقة جدا بالجريفين فوليكل، فمن حزن الجريفين فوليكل عليها هيصفر لونه ويتحول لكوربس ليوتيم، وتهرب الأوفم، تهرب السكندري أوسايت، هتهرب من سجنها وتروح علشان تقابل السبرم في الفالوبيان تيوب. طيب العملية ديت بيسموها الأوفيوليشن. الأوفيوليشن غالبا بتتم في اليوم الـ14 من الأوفيريان سايكل، وكانت السبب فيها عملية هرمونية، خروج هرمون الأستروجين من الجريفيان فوليكل أو الاستجمة للبيتيوتري وترد عليه بهرمون اسمه اليوتينايزنج هرمون. هتخرج الأوفر ويتكون الجسم الأصفر اللي هو بقايا الجريفيان فوليكل اللي هو الكوربس ليوتيم. إن حصل بريجننسي يتحول الكوربس ليوتيم إلى لون أحمر يسموه الكوربس ليوتيم أوف بريجننسي. وكل من الكوربس ليوتيم والكوربس ليوتيم أوف بريجننسي كل منهم بيساعد على استمرارية البريجننسي عن طريق إفراز هرمون أشهر وأقوى من الأسترول اسمه هرمون البروجستيرون. هذا الهرمون اللي بيسموه الهرمون المثبت للبريجننسي، المثبت للحمل. إما حصلش بريجننسي الكوربس ليوتيم يذوب أو يضمر ويضمحل ويتحول إلى الكوربس البيكانس الجسم الأبيض ويموت، وتموت البويضة معاه وتنزل مع دم المنستروويشن. دي المرحلة الثانية والتالتة اللي اسمهم الأوفيوليشن، يعني ليبريشن أوف ذا أوفم من البريزم بتاعها، من السجن بتاعها اللي هو كان الجريفيان فوليكل والأوفري واليوتيال فيز اللي هي بقايا الجريفيان فوليكل اللي اسمها كوربس ليوتيم، أو لو حصل حمل يسموه كوربس ليوتيم أوف بريجننسي، أو لو ما حصلش حمل يسموه كوربس ألبيكانس. إذن دي الأوفيوليشن تحرر البويضة، ودي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الليوتيال فيز. يبقى الأوفيوليشن الهرمون الكنترول اللي بيساعدها هو اليوتينايزنج هرمون. مين اللي طلع اليوتينايزنج هرمون؟ البيتوتر جلاند. بناء على ايه؟ بناء على اشاره جادت له جياله من الجريفيان فوليك اللي بقى اسمها ستيجما. الاشاره دي كانت هرمون الاستروجين. يحدث امتى الاوفيوليشن؟ يحدث عند اليوم الـ14 من الاوفيريان سايكل. سببه ايه؟ الجروسو بالونينج، بالونينج يعني سويلينج الجريفيان فوليكل،
اللي بتلزق في سطح الأوفري وتكون استراكشر رعب اسم الاستجما. اليوتينازينج هرمون هيفجر الاستجما، يعني يفجر سطح الأوفري والجريفيان فوليكل ويهرب الماتيور أوفم. أنا بحبش أقول ماتيور لكن نقول فولي فورمد أوفم، محاطة بطبقتين الزواق بتاعها، الجدار الأخلاقي اللي اسمه الزونب الأسودة، وطبقة التاج الإشعاعية اللي اسمها الكورونارتيات. بقايا الاستجما اللي هي الجريفيان فوليكل، بقايا الجريفيان فوليكل اللي ماتيور فوليكل، بقايا يسموه الكوربس لوتيوم. نتائج الاوفيوليشن ايه؟ نتائج هروب الاوفم، اسكيبز اوف ذا اوفم. واحد، اتنين، افراز هرمون البروجسترون. منين؟ من الكوربس لوتيوم. بيعمل ايه هرمون البروجسترون ده؟ هرمون البروجسترون ده اللي بيثبت الحمل، بيساعد على الكونتينويشن اوف بريجنانسي، وفي نفس الوقت ينبه البيتيوتري جلاند يقول لها اوقفي افراز الاف اس اتش، لان العروسه بتاعتنا خلاص، عروستنا اللي هي السكندري اوسايت هربت، وامنعي افراز او ماتيوريشن لانظر برايمري فوليكلز. طيب تعالوا نشوف كده مع بعضنا الهرمون الكنترول من خلال هذا الدجام البسيط. دي مرحله ما قبل الولاده، الاوجونيوم والبرايمري اوسايت والبريمورديال فوليكل. جه الاف اس اتش من البيتوتري جلاند، دي البيتوتري جلاند، جه الاف اس اتش اهو، عمل ايه الاف اس اتش؟ حول البريمورديال فوليكل لبرايمري فوليكل. اهو الاف اس اتش حول البريمورديال فوليكل الى برايمري فوليكل، ادي البرايمري فوليكل. حولها غير شكلها ازاي؟ حول الفلات سيلز الى كيوبيكال سيلز، والاف اس اتش مستمر اهو، الاف اس اتش مستمر. هيحول البرايمري فوليكل اللي فيها صف واحد من خلايا كيوبيكال الى سكندري فوليكل، اهي دي السكندري فوليكل اللي فيها صفين ثلاثة اربعة من الفوليكولار سيلز وفيها مالتيبل كافيتيز فور نيوتريشن. ما زال الاف اس اتش، اف اس اتش شغال، اللي هو الفوليكول ستيميتنج هرمون شغال، بيعمل ايه؟ هيحول السكندري فوليكل الى جروينج سكندري، اللي هي دي اهي الجروينج سكندري. هيحولها ازاي؟ هيكتر عدد صفوف الخلايا الفوليكولار سيلز ويجمع الفوليكولار كافيتيز بتاعت النيوتريشن الى وان سنجل بيج كافيتي، يسموه فوليكولار كافيتي او فوليكولار انترام، وهيبعد السكندري اوسايت ويخليها اكسنتريك. ما زال الاف اس اتش شغال اهو، هيحول الجروينج سكندري فوليكل بالاف اس اتش يحولها الى ماتيور فوليكل اللي هي الجريفيان فوليكل، والسكندري اوسايت اللي هي الفولي فورمد اوفم تاخد الشكل بتاعها اللطيف المعروف اللي محاطه بالزونه بلوستا والكورونا رادياتا وطبقات الفولوكيولار سيلز اللي اترتبت بطريقه اخرى. ادي كانت الاوجينيسيس اللي هي الهرمون الاوجينيسيس المناظره الى الفولوكيولار فيز اوف ذا اوفيريان سايكل. طيب إذا جينا نشوف الهرمون الكنترول للأوفيريان والليوتيال فيز أو للأوفيوليشن والليوتيال فيز، بدل الأوفيريان هنا الأوفيوليشن، والليوتيال فيز دي الاستجما، الاستجما اللي كانت إيه؟ الجريفيان فوليكل بعد ما تورمت ولزق والتصقت بسطح مين؟ والتصقت بسطح مين هنا؟ بسطح الأوفري. هتطلع هرمون الأستروجين يروح للبيتيوتري جلاند يعمل حاجتين اتنين، يقول لها اوقفي افراز مزيد من الاف اس اتش وافرزي لي هرمون جديد اسمه اليوتينايزنج هرمون. اليوتينايزنج هرمون يحول الجريفيان فوليكل يفجر السطح من هنا وتهرب الاوفم ويتكون كوربس لوتيوم. يعمل ايه الكوربس لوتيوم؟ يروح للبيتوتري جلاند يعمل حاجتين اتنين، زي ده ما عمل حاجتين اتنين. الحاجتين اللي يعملهم يوقف مزيد من افراز الاف اس اتش ليمنع مزيد من تكوين انذر فولي فورمد اوفم، ويرد ويساعد من الناحيه الثانيه على تثبيت البريجنانسي. ان حصل حمل يتحول الكوربس لوتيوم لكوربس لوتيوم اوف بريجنانسي، لو ما حصلش حمل يتحول الكوربس لوتيوم الى كوربس البيكانس. ده كان الهرمون الكنترول للمراحل المختلفه من
الأوفيريان سايكل.